الصاروخ البالستي هو جهاز يطلق صاروخا واحد او اكثر من خلال منح مسار باليستي في الاساس، اي يتاثر فقط بالجاذبية والسرعة المكتسبة من خلال الدفع المقدم اثناء القذف. تسبق المرحلة البالستية لمرحلة الدفع تحت تأثير محرك الصاروخ، مما يمنح للصاروخ سرعة لازمة للوصول الى الهدف بعد مسار مكاني اساسي. هناك اربع تصنيفات عامة للصواريخ البالستية بناء على مداها او اقصى مسافة: المدى القصير اقل من 1000 كيلومتر حوالي 620 ميلا، المعروف ايضا باسم البالستية التكتيكية، صواريخ المتوسطة المدى بين 1000 و3000 كيلومتر حوالي 620 الى 1860 ميلا، صواريخ بعيدة المدى ما بين 3000 و5500 كيلومتر حوالي 1860 الى 3410 ميلا، والمعروف ايضا بالوسيط، صاروخ عابر للقارات اكثر من 5500 كيلومتر حوالي 3410 ميلا، والمعروف ايضا بالصواريخ البالستية الاستراتيجية. السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا المتابعين في قناة كيروف ريبورتين العسكرية. في هذا الفيديو سنقوم بترتيب جميع الصواريخ البالستية عند الجيوش العربية ترتيبا تصاعديا لسنة 2022. يعتمد تحليل افضل 10 لدينا على المدى الاطلاق وسرعة الصاروخ ونوعه، حيث قمنا بذكر الصواريخ المشغلة عند الجيوش العربية بالاضافة الى المحتملة والتي هي قاعدة تطوير. قبل بداية الفيديو فلنحاول ايصال الفيديو الى 10,000 اعجاب لتنشيط القناة ولتشجيعنا على تقديم الافضل، وشكرا وبدون اطالة متابعينا فلنبدأ الفيديو. Airship ready. Bearing set. Maneuver props engaged. Course set. Clear of reporting. في المركز العاشر صاروخ 9K52 لونا فلوك 7، البلد المصنع الاتحاد السوفيتي، تاريخ الانتاج 1964، النوع صاروخ باليستي قصير المدى، اقصى مدى للاطلاق 65 كيلومترا، السرعة القصوى 3704.4 كيلومتر في الساعة. الدول العربية المشغلة: ليبيا حيث تمتلك 45 وحدة من هذا النوع، سوريا 30 وحدة من هذا النوع، اليمن 12 وحدة، الجزائر تم الاستحواذ على 24 نظاما بين عامي 1964 و1974، تم إيقاف تشغيل 15 نظاما بحلول عام 2014 لتصبح 9 أنظمة. المستخدمون العرب السابقون: مصر تم الحصول على 24 قاذفة بين عامي 1960 و1969 ومن المرجح أنها توقفت عن العمل. الكويت تم شراؤها عام 1977، استولى عليها الجيش العراقي خلال الحرب الخليج. العراق دمروا خلال الغزو سنة 2003. في المركز التاسع OTR-21 توشكا، البلد المصنع الاتحاد السوفيتي، تاريخ الانتاج 1976، النوع صاروخ باليستي قصير المدى، اقصى مدى للاطلاق بين 70 الى 180 كيلومترا، السرعة القصوى 6544.44 كيلومترا في الساعة. الدول العربية المشغلة: سوريا بعدد المجهول، اليمن 12 وحدة. في المركز الثامن صاروخ لورا، الكيان المصنع الاحتلال الصهيوني، تاريخ الانتاج 2003، نوع صاروخ باليستي قصير المدى، اقصى مدى للاطلاق 300 كيلومترا، السرعة القصوى 3604 كيلومترا في الساعة. اما الدول العربية المحتملة: المغرب بعدد المجهول. في المركز السابع MGM-140 ATACMS، البلد المصنع الولايات المتحدة، تاريخ الانتاج 1991، نوع الصاروخ الباليستي قصير المدى، اقصى مدى للاطلاق 300 كيلومتر، السرعة القصوى 3704.4 كيلومتر في الساعة. اما الدول العربية المشغلة: البحرين تمتلك 9 وحدات، الامارات العربية المتحدة حيث حصل الجيش الامارات العربية المتحدة على 124 صاروخا على الاقل منذ عام 2013. في المركز السادس SU-400، البلد المصنع الصين، تاريخ الانتاج 2001، النوع صاروخ باليستي قصير المدى، اقصى مدى للاطلاق 400 كيلومتر، السرعة القصوى 3604 كيلومتر في الساعة. اما الدول العربية المشغلة: دولة قطر حيث في عام 2017 تلقت قطرا عددا غير معروف من الـ SU-400. أعزائي المشاهدين، قبل إكمال الفيديو أردنا أن نعلمكم أننا قمنا بإنشاء قناة عسكرية احتياطية تحتوي على فيديوهات حصرية لن تجدونها في هذه القناة، لذا إن كنت مهتما بالتعليق الصوتي ندعوك للاشتراك في هذه القناة
وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. هذه القناة تضع لكم رابطها في صندوق الوصف. في المركز الخامس HRIM2، البلد المصنع أوكرانيا والممول من طرف سعودية. تاريخ الإنتاج قيد التطوير. النوع الصاروخ باليستي قصير المدى، أقصى مدى الإطلاق 500 كيلومتر. السرعة القصوى تبلغ 4685 كيلومتر في الساعة. أما الدول العربية المحتملة، السعودية بعدد مجهول. في المركز الرابع سكود، البلد المصنع للاتحاد السوفيتي. تاريخ الإنتاج ما بين 1957 و1989. النوع صاروخ باليستي قصير المدى، أقصى مدى الإطلاق 180 كيلومتر سكود A، 300 كيلومتر سكود B، 600 كيلومتر سكود C، و700 كيلومتر سكود D. السرعة القصوى 4939.2 كيلومتر في الساعة. أما الدول العربية المشغلة، الجزائر سكود B وسكود D، سوريا وتمتلك سكود B وسكود C وسكود D وهو سونغ 6 ورودونغ 1، اليمن تمتلك سكود B وهو سونغ 6 ومشروع T، ليبيا تمتلك سكود B، عمان تمتلك سكود B. أما المشغلون السابقون، العراق حيث كانت تمتلك سكود B، الحسين والعباس 24 إلى 36 قاذفة بالإضافة إلى الأفخاخ، 819 صاروخا بالإضافة إلى 11 قاذفة من طراز MAZ-543 للحسين. الإمارات تم شراء 25 صاروخا من طراز هواسونغ 5S من كوريا الشمالية في عام 1989. لم يكن الجيش الإماراتي راضيا عن جودة الصواريخ، وتم الاحتفاظ بها في المخزن. في المركز الثالث 9K720 إسكندر، البلد المصنع روسيا. تاريخ الإنتاج 2006. نوع صاروخ باليستي قصير المدى، أقصى مدى الإطلاق بين 450 إلى 500 كيلومتر. السرعة القصوى 7285.32 كيلومتر في الساعة. أما الدول العربية المشغلة، الجزائر حيث تمتلك 4 أفواج من 48 قاذفة. في المركز الثاني دونغ فانغ 21، البلد المصنع الصين. تاريخ الإنتاج 1991. النوع صاروخ باليستي متوسط المدى، أقصى مدى الإطلاق 1770 كيلومترا. السرعة القصوى 12348 كيلومتر في الساعة. أما الدول العربية المشغلة، السعودية بعدد المجهول. أخيرا في المركز الأول يأتي صاروخ دونغ فانغ 3، البلد المصنع الصين. تاريخ الإنتاج 1971. النوع صاروخ باليستي بعيد المدى، أقصى مدى الإطلاق بين 4000 و5000 كيلومترا. السرعة القصوى 12348 كيلومترا في الساعة. أما الدول العربية المشغلة، السعودية بعدد مجهول. متابعينا لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لتصلك فيديوهات مختلفة حول الثقافة العسكرية. وشكرا جزيلا لكم.